البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا الماضي في مدرج الإسناد، وهو القسم الثاني من أقسام المدرج، فإن المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج المتن ومدرج الإسناد. فما تعريف مدرج الإسناد عادل؟ وله صور كثيرة، من الصور التي ذكرناها من يذكر الصور الأولى بأنس؟ في إسناد فيرويه بإسناد واحد ولا يبين اختلافهم. أحسنت. ومثاله حديث الترمذي، ولا أدري هل هناك مثال آخر غير هذا أو لا، ربما مع يعني لو بحث الشخص وجد مثال واحد هذا الذي يذكر. يعني لو أردت أن تأتي بأمثلة على هذه الصورة ربما تتعب حتى تجد مثال آخر. الصورة الثانية، الصورة الثانية ذكرنا حاصل لها، يعني قد لا تستطيع أن تحفظ الصورة كامل، لكن حاصلها موجود عندكم. أن يدرج بعضا من حديث في آخر وخالف له في السند، هذا مختصر. وهي أن يكون عند الراوي مالك بن أنس متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه وهو سعيد بن أبي مريم مقتصرا على أحد الإسنادين، يعني ساق إسناد وأدخل فيه لفظ من الآخر، أو يروي أحد أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به، يعني يختار أحد الإسنادين، وقد يختار إسناد ملفق لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس في المثل الأول. كلام طويل، حاصله أن يدرك بعضا من حديث في آخر مخالف له في السند. بسم الله الرحمن الرحيم. المعل له إطلاقان عام وخاص، فالإطلاق العام هو كل حديث وجدت فيه علة ظاهرة كانت أو خفية. المعل هو كل حديث وجدت فيه علة ظاهرة كانت أو خفية. ما معنى هذا الكلام؟ فأي تضعيف أو رد للحديث يسمى معلم بمعناه العام. إذن كل تضعيف يسمى إعلال، كل تضعيف أو رد للحديث يسمى إعلال، لكن بالمعنى العام، سواء كانت علة، علة الضعف ظاهرة كضعف راو أو جهالة راو أو نحو ذلك من العلل الظاهرة، أو كان سبب ضعفه علة خفية قادحة، وهذا المعنى الخاص للمعلم. والإطلاق الخاص هو الاصطلاحي، وهو ما اصطلح عليه أهل الحديث في الحديث المعلم، فلا يطلقونه إلا على ما كان فيه علة خفية قادحة، على أنه وقع في كتب العلل الإعلال بالعلل الظاهرة والخفية. ما هي العلة القادحة؟ قال: والعلة القادحة هي عبارة عن سبب خفي غامض، غامض خفي غامض، الخفاء هو الغموض والغموض هو الخفاء، إنما هي تفسيرية، لو قلت سبب خفي قادح يصبح، عبارة عن سبب خفي قادح في الحديث. إذن عندنا العلة القادحة فيها أمران: الخفاء والقدح، أنها خفية ليست ظاهرة، الثاني أنها تقدح في صحة الحديث، لأن هناك علل لا تقدح، هذه العلة التي لا تقدح تسمى علة غير قادحة. إذن شروط العلة القادحة أمران: الأول الخفاء، الثاني القدح في الحديث. العلة الغير قادحة معناها أنها لا تقدح في صحة الحديث وإن كانت خفية، وهناك علل ظاهرة، العلة الظاهرة ليست خفية، ومنها ما يقدح في الحديث ومنها ما لا يقدح، تكون علة ظاهرة لا تقدح في الحديث. فصار عندنا أربعة أشياء، من يذكرها؟ علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة تقدح ولا تقدح، والخفية تقدح ولا تقدح. كم عندنا الآن؟ أربع احتمالات. قد يكون عندنا حديث فعل
فيقول بعض العلماء أعل هذا الحديث بما لا يقدح. ثم ننظر فإذا العلة فعلا خفية ليس الظاهرة، خفية من دقائق العلة. وجدنا أن العلماء أجابوا عن هذه العلة الخفية بجواب، فقالوا ليست قادحة. إذن العلة القادحة ما اجتمع فيها أمران، الخفاء والقدح في الحديث، يعني الرد، نرد الحديث. وتعريف المعل اصطلاحا، الآن نريد أن نعرف المعل اصطلاحا. قال هو خبر ظاهره السلامة طلع فيه على قادح، هذا من تعاريفه المختصرة. خبر قد يكون الإعلال في أثر عن صحابي مثلا، أثر صحابي لم يصح، فكلمة خبر تدخل الحديث الذي عن النبي والأثر، وإن كان الأكثر الكلام على أحاديث الرسول. ظاهره السلامة، هذا شرط الحديث المعل بالمعنى الاصطلاحي، أن يكون ظاهره أنه سالم في الظاهر، واطلع فيه على قادح. من الذي اطلع فيه على قادح؟ الأئمة الحفاظ الجهابلة، ليس كل أحد، إنما يطلع عليه علماء الحديث الذين لهم نصيب من هذا العلم. وهذا العلم قلنا بعده انظر الكلام، وهذا النوع هو علم برأسه، علم برأسه فيه أنواع كثيرة منها، يعني هو الآن عندنا نوع هو أصلا علم، يعني علم الاصطلاح علم، وعلم العلل علم، علم أنواع الحديث علم، وعلم الجرح والتعديل علم، وعلم العلل علم، يعني علم برأسه. لو جئت الآن تعدد صور العلل وأنواعها لكان مثل هذا التأليف وأزيد وأزيد ربما، مع الأمثلة ربما هناك مجلدات في العلل، مجلدات كثيرة في كتب العلل. هذا النوع علم برأسه فيه أنواع كثيرة، منها الشاذ. الشاذ عرفناه، الشاذ من المعل، والمنكر من المعل، والمدرج من المعل، والمضطرب سيأتي معنا في الدرس القادم، والمقلوب بعده، وغيرها من الأنواع الداخلة في المعل وضمن علم العلل. إذن هذا العلم أو هذا النوع هو الجامع لأسباب رد الحديث وخاصة الخفية، إلا علم العلل يتناول العلل الظاهرة والخفية، وربما أدخلوا فيه ما ليس بقادح لكي يبينوا أنه لا يقدح بصحة الحديث، يعني يجتمع فيه الصور الأربعة التي ذكرناها، هذا يسمى علم العلل. علم العلل أو العلل أو العلة أو المعل، إذا أردنا أن نعرفه لابد أن نذكر إطلاقين للعلماء فيه، إطلاق أول بالمعنى العام وإطلاق ثاني بالمعنى الخاص. الإطلاق العام هو كل حديث وجدت فيه علة، معنى العلة سبب رد ضعف، ظاهرة كانت أو خفية، كل تضعيف وكل رد للحديث يسمى ماذا؟ علة بالمعنى، لا يسمى معل بالمعنى العام. طيب المعنى الخاص للمعل هو ما جمع خفاء وماذا؟ وإعلال، يعني قدحا، ما جمع خفاء وقدحا. قلنا هو خبر ظاهره السلامة واطلع فيه على قادح، يعني قد يأتي عالم من العلماء يقول إسناده صحيح، يأتي عالم في عصره أو بعده يقول لم يطلع هذا الشيخ على علة هذا الحديث لأنها علة خفية، وهي أن فلان لم يسمع من فلان، أو فلان أدخل حديث فلان في فلان، أو فلان ذهب بصره إلى كذا والصواب كذا، هذا علم العلل. وأنتم يكفيكم أن تعرفوا القسمان، القسم الأول إطلاق عام وإطلاق خاص، ثم تعرف ما هو ما هي العلة، ما جمعت أمرين خفاء وقدحا، عبارة عن سبب خفي قادح في الحديث، وتعرف أن هذا العلم علم برأسه يدخل فيه أنواع كثيرة. ويكفي إن شاء الله، هذا يكفي، ونأخذ غدا إن شاء الله المضطرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.